أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من أسئلة عن الإيمان في ومعنا أيضا ضيفا الكريم القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا. أهلا بك. لقد أدركنا الوقت في المرة السابقة ونحاول أن نكمل في نفس الموضوع وهو عن مصادر الأخرى التي استقى منها الإسلام، ونكمل في الموضوع عن الأساطير اليهودية. فهل يمكن أن تكمل لنا في هذه المصادر؟ تمام كده. نعم. احنا كنا قلنا أن في مصادر استقي منها القرآن قصصه، استقى منها القرآن قصصه: التلمود، المدراش، هامشناه، انسايكلوبيديا، هاجادا. هذه الأسامي التي تذكرها كلها بالعبرية. بالعبرية، مراجع عبريه. عبريه اللي هي نعم. الكتب في الكلور الشعبي او الاساطير اليهوديه اللي وجدت منها امور في القران نفسه. زي ايه؟ اتكلمنا عن اسطوره تعلم قايين، دفن هابيل، حفر بالتراب، ان في غراب جه علمه الحكايه دي. دي مش موجوده في الكتاب المقدس عندنا ولا في التوراه ولا اي حاجه، لكن موجوده في كتاب فرقي ربي اليعذر فصل 21. هذا اسم شخص يهودي عبري. واسطوره القاء نمرود لابراهيم في النار دي مش موجوده في الكتاب المقدس، موجوده في مدراس رباح، يهودي برضو، كتب اساطير. اجتماع سليمان الملك بقى بالجن والعفاريت والطيور والهدهد واحضرهم عرش ملكة سبأ، ده مش موجود في الكتاب المقدس، لكن ده موجود في الترجوم اليهودي، اساطير برضو الترجوم اليهودي عن سفر اسرائيلي استير المعروف باسم ترجوم شاني. ايضا اخر وجود الشهوه في الملاكين هاروت وماروت وشربهما الخمر والزنا والقتل وتعليم الناس السحر، مش في الكتاب المقدس حاجات بالشكل ده، لكن دي موجوده في مدراس يالكوت عبري ايضا في المدراش. رفع الجبل فوق رؤوس اليهود ده مش موجود برضه في الكتاب المقدس نهائي، لكن موجود في كتب الاساطير اليهوديه عبوداه زارع الفصل الثاني. نعم. 45. وبخصوص صورة سخط اليهود قردة اللي موجودة في القرآن، ده يقول عنه نقل القرآن هذه الأسطورة عن تقليد يهودي قديم بشهادة الشيخ عبد الله يوسف علي في تفسيره للقرآن صفحة 34. أسطورة السماوات السبع موجودة في كتاب حقيقة. هل هذه أسطورة؟ يعني أسطورة. نعم. أسطورة لأنها مش موجودة في كتاب مقدس. يعني مش موجودة، أمال موجودة فين؟ لأنها في كتاب الأساطير اسمه حقيقة اليهودي. كتاب يهودي. يهودي. باب 9:2. أسطورة أن أبواب جهنم سبعة. ما فيش في الكتاب المقدس إطلاقاً حاجة بالشكل ده، لكن وجد في كتاب زهار اليهودي فصل 2 من الكتب الشعبية. أسطورة أن الطوفان كان من الماء المغلي في الكتاب المقدس، ما فيش ماء مغلي، دي أمطار وسيول وتفجرات مية عادية، لكن وجدت فين أنه ماء مغلي؟ في أسطورة كتاب أساطير اسمه تفسير راشي على سفر التكوين إصحاح 1:2. أسطورة أن الطوفان، أسطورة اللوح المحفوظ دي أسطورة أيضا، أسطورة مش موجودة في الكتاب المقدس، موجودة في كتاب فرقي أبوت، كتاب يهودي شعبي عن الأساطير والقصص، باب 5:6. يا لعجب العجاب، أنت تتهم أنك عميل الصهيونية و وهذه المصادر للقرآن أنت تقول أنها أتت من أساطير يهودية أيضا. تأكيد. هل تقصد أنك تطعن طعن كامل في القرآن؟ أنا قلتها 100 مرة وبطمن الدنيا كلها إن أنا لا أطعن، ولكني أتساءل. أنا لا أطعن ولكني أتساءل، مجرد طرح تساؤلات.
لا أكثر ولا أقل. ونترك الإجابة لكم أعزائي المشاهدين. أثنى أيضا فيما سبق بكل هذه الموضوعات، موضوعات خطيرة ولكن تحتاج أيضا إلى توضيحات سريعة، فهل تضيف لنا وتوضح لنا بعض ما ذكر أيضا؟ بالتأكيد، احنا تكلمنا عن المصادر اليهودية سواء من الكتب الشرعية الكتاب المقدس أو سواء من كتب الأساطير اليهودية، لكن في مصادر تانية بقى وهي مصادر من النصرانية أيضا. يعني متاخدة من الكتاب المقدس الحقيقي ده، ومتاخدة من كتب الهراطقة النصارى. فاحنا نشوف الأول اللي متاخد من الكتاب المقدس بتاعنا ده. ده العهد الجديد. نعم. بتاع المسيحي المسيح. فمن هذا الكتاب أخذ القرآن قصة بشارة الملاك لزكريا فذكرها في سورة مريم، وهي موجودة في إنجيل لوقا أو بشارة لوقا. فقال له الملاك: لا تخف يا زكريا، امرأتك إليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا. في سورة مريم: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. مش مشكلة تغيير الأسماء، هناك يحيى ويوحنا. نعم. طيب، وخد أيضا قصة تانية وهي العذراء مريم وبشارة الملاك لها في لوقا، بتقول: فدخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها المنعم عليها، لا تخافي، ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، إلى آخره، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. في سورة آل عمران 45: إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم، إلى آخره. تعاليم المسيح، صعوب الدخول الأشرار إلى السماء، موجودة في إنجيل لوقا. دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله، قالها المسيح قبل الإسلام بسبع قرون. والغريب أنك تجد في سورة الأعراف آية 40 يقول لك: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ثقب إبرة. نفس الألفاظ، نفس الكلام، ولكن بلغة قد تكون عربية أصعب. نعم، ديك أسهل، ثقب إبرة يعني. نصيب الأبرار الصالحين في السماء في كورنثوس: ما لم تر عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه. وفي مشكاة المصابيح صفحة 487 ورد في حديث قدسي هذه الكلمات بعينها عن أبي هريرة أن محمدا قال أن الله سبحانه وتعالى قال: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا سلام، كلمات طيبة وجميلة تطيب الخاطر ويليق أنه أي إنسان يستخدمها. تمام، لكن يرجع الحق لأصله، يرجع الحق لأصله. يعني تكاد الألفاظ تكون واحدة، هي واحدة. نعم، ترى من أخذ من الآخر؟ اللي جه التاني خد من الأولاني. يعني المسيح جه قبل محمد بسبع قرون. فهل تفتكر أن المسيح راح جاي واخد من محمد قبل ما يجي؟ مش معقول. يعني الأمور بتتكلم ببساطة. تاني معجزات المسيح: الخلق وتفتيح أعين العميان وشفاء البرص وإقامة الموتى في إنجيل معلمنا متى. وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب، إلى آخره. في سورة آل عمران: إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمة، يعني اللي مولود أعمى، والأبرص، وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون، إلى آخره. رفض اليهود للمسيح في متى يقول: وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه. هي نفسها في آل عمران آية 54: ومكروا ومكر الله والله خير المكرين. بس احنا ما بنقولش الله مكر، بس ما بنقولش
ان الله مكار. حاشا لله، حاشا لله. لكن مكر اليهود يمكرهم، من دول بشر اشرار. ارتفاعه الى السماء، في انجيل مرقس يقول يسوع الناصري المصلوب قد قام، ليس هو ها هنا، قد قام. وفي سورة النساء 158 بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما. هذا ما اخذ عن الانجيل، او ما يبدو انه اخذ عن الانجيل بفارق. بفارق. ترى ماذا عن مصادر النصرانيه الاخرى التي ذكرتها سابقا؟ المصادر الاسطوريه الشعبيه. مصادر اسطوريه وشعبيه من كتب الهراطقه والكتب الشعبيه بتاعت الف ليله وليله والحاجات دي. يا ساتر، تفضل. اللي بيسموه الفولكلور الشعبي يعني. نعم. في حاجات بتتكتب كده للناس علشان خاطر تسليهم كده في الليالي الطويله، زي المواويل بتاعت الزناتي خليفه والقصص اللي عندنا في مصر دي. مثلا مريم العذراء، احنا عندنا مريم ابنة يواقيم، ابنة يواقيم ابوها. لكن في القرآن يقول انها ابنة عمران واخت هارون. اخت هارون، نعم، اخت هارون، ده اللي بنعرفه ده في القرآن. لكن في الكتاب المقدس ما هيش كده خالص، لكن وبينهم ببعض ايه قرون. 15 قرن. نعم نعم. لكن ديت كانت موجودة في كتاب شعبي بيمثل مريم العذراء بمريم بنت هارون. أخت بنت عمران ابن أخت هارون وموسى. نعم. فكان مجرد تمثيل واستخراج تأملات، فجت متخدة ومحطوطة إنها حقيقة. بخصوص إحضار ملاك بطعام لها، طعام لمريم. نعم. في سورة آل عمران كفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. ما فيش في الكتاب المقدس الكلام ده، لكن ده موجود في كتاب شعبي اسمه حكاية مولد مريم وطفولية المخلص، الفصل 20 بالنص. إذا مأخوذة من الأصل ده. حكايات شعبية. كلام المسيح في المهد، احنا ما عندناش المسيح يتكلم في المهد، لكن في القرآن هزي لك بجزع الشجرة تساقط عليك رطبة جنية. مفيش، لكن وجد هذا الكلام بالنص في نفس الكتاب بتاع حكاية مولد مريم وطفولية المخلص فصل 20. تسربت هذه الأسطورة من أسطورة هندية أصلا عن مولد بوذا قبل ميلاد المسيح ب 557 سنة، موجودة في كتاب نيدانا كتها جاكتكم. فموجودة في الكتاب ده في فصل واحد صفحة 50، خدوها الشعبيين وحبوا يمجدوا المسيح بيها. فخدها محمد وحطها على انها حقيقة بيتكلم بيها النصارى، فتبقى حقيقة يعني. مش ممكن ربنا يغلط في الأصول، مش ممكن ربنا يقول في الإنجيل كلام ويقول غيره في موضع تاني وفي كتاب تاني. ما يعني صدقوا ده وكذبوا ده، يعني مين الصح ومين الغلط؟ نعم. مش كده؟ لعمري أن هذه أمور غريبة جدا، وربما معظم المشاهدين يسمعوها لأول مرة، فهل لديك أمثلة أخرى؟ بالتأكيد. خلقة المسيح للطيور. في سورة آل عمران إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، مش موجود في الكتاب المقدس عمل كده، غير موجودة. لا غير موجود. أمال موجودة فين؟ في طفولة المسيح، كتاب حكاية طفولة المسيح فصل 36، بنص رودي من الكتب الشعبية والأساطير اللي الناس بتتبسط بيها. وماذا عن مائدة السماء؟ مائدة السماء ما فيش مائدة نزلت من السماء عندنا في الكتاب المقدس. لكن دي في الكتب الشعبية برضو. ان المسيح طلب مائدة من السماء بحسب ما هو موجود في سورة آل عمران. ففي الدخول في سورة المائدة قصدي. آية 112 إلى 115. أهل الكهف، هاي حكاية أنا سمعتها وأنا صغير. سورة أهل الكهف في القرآن بتقول
حكاية طويلة بإيجاز شديد. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. طيب الكلام ده القرآن مش بتقوله كلام ربنا؟ طب كلام ربنا، ربنا مش عارف الأمور بالظبط. نعم. طب ما يقول، ليه بيقول هم بيقولوا ثلاثة رابعهم كلبهم سبعة ثامنهم كلبهم؟ هل طب ما هل يقول، هل وردت هذه القصة في أي سيرة أخرى؟ في الـ في الـ في الـ في السنكسار، بس مش بالطريقة دي. السنكسار في الكنيسة القبطية، السنكسار اللي هو سير القديسين والشهداء. نعم. فالجماعة دولت لهم قصة في تاريخ الشهداء بس مختلفة تماما عن الأسلوب الأسطوري اللي مكتوبة به ده. فمن هم هؤلاء أهل الكهف؟ أيوه، نص القصة بقى. نعم. بيقول في مثل هذا اليوم من سنة 200 اللي هو 20 من شهر مسرى، كل سنة نحتفل بالعيد ده. في مثل هذا اليوم من سنة 252 ميلادية استشهد الفتيان السبعة القديسين، لا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة، سبعة. سبعة ده تاريخ قبل حضرتك، الذين في أفسس. نعم. وأسماءهم موجودة لأن ده تاريخنا معروف. ماكسيموس، ملخص، مارتينيانوس، ديوناسيوس، يوحنا، سرابيون، قسطنطين. ولما أثار الملك عبادة الأوثان وشي بهم لديه فالتجأوا إلى كهف خوفا من أن يضعفوا فينكروا السيد المسيح، فعلم الملك بذلك وأمر بسد الكهف عليهم. وكان واحد من الجند مؤمنا بالسيد المسيح فنقش سيرتهم على لوح من نحاس اللي هو بيسميه الرقيب، وتركه داخل الكهف. وهكذا أسلم القديسون أرواحهم الطاهرة، ماتوا، وأراد الله أن يكرمهم كعبيده الأمناء، فأعلن عن مكانهم إلى أسقف تلك المدينة، فذهب وفتح باب الكهف فوجد أجسادهم سليمة لكن هم أرواحهم طلعت، وعرف من اللوح النحاس أنه مضى عليهم نحو 200 سنة. يا سلام. كما عرفوا من قطع النقود التي وجدوها معهم أنهم كانوا في أيام داكيوس الإمبراطور. لكن مش صحوا تاني وحيوا وردخلوا السوق وعملوا. الرواية الكبيرة دي مبنية على أساطير بتضخم المواضيع وتكبرها. فعبل ما وصلت الجزيرة على العربية دخلت هلم. بس الحتة اللي بتتاخد ربنا مش عارف عددهم كم، يقولك حيقولوا لك ثلاثة رابحهم كلبهم أربعة خمسهم، وبعدين يقولك إيه ما تناقشهمش في هذا الموضوع. فموضوع أهل كهف هم سبعة أناس من رجال الله الذين أطاعوا الله وعصوا الملك بالظبط وضحوا بحياتهم وماتوا شهداء. تمام كده. فماذا، كيف ترى وصلت هذه القصص إلى الجزيرة العربية؟ إلى الجزيرة العربية معروف أن النصارى كانوا منتشرين في جميع جهات الجزيرة العربية. سيرة النبوية ده لابن هشام في المجلد الأولاني منه صفحة 44 إلى 217 بيكلم عن ملك اليمن كان نصراني، النصرانية بنجران شمال اليمن وجنوب الحجاز، في ميون وصالح ينشران النصرانية بنجران، ابن الثامر ودعوته إلى النصرانية بنجران، تنصر ورقة ابن نوفل في مكة، تنصر ابن الحويرس وآخرون. فمنتشر المسيحية كانت هناك، وعن طريقهم كان بتوصل القصص والأحداث. تعرف الناس في ذاك الزمان الغابر كان عندهم وقت فاضي كتير، كان عندهم وقت فاضي فكانوا بيتناقشوا في الحاجات دي قصص وحكايات. النهاردة في التلفزيونات بتشغلهم، لكن كانتش زمان كده، كانت القصص الشعبية هي اللي تتداول وتتغير وتتبدل، وكل شاعر يزود له حتة وهو متسلطن، فبتصير مثلا لحد ما وصلت في النهاية إلى هذه القصة. ومذكورة هذه كلها في السيرة النبوية لابن هشام في هذا الكتاب. بالضبط كده اللي هو نعم.
فهل أنت قلت هؤلاء حملوا تلك القصص وتداولوها بين الشعوب في الجزيرة العربية؟ الجزيرة العربية. نعم. فعبر ما وصلت إلى مسامع نعم. محمد وصلت بالصورة اللي كتبها في سورة الكهف. أنا عايز أقرأ لك بس حتتين كده في سورة الكهف علشان خاطر تشوف المفارقة بين ما قرأناه في السنكسار أو تاريخ الشهداء وبين ما هو موجود في هذا الكتاب. يقول لك إيه؟ وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم إلى آخره. وبعدين يقول لك إيه؟ سيقولون 3/4 كلبهم ويقولون 5/6 كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7/8 كلبهم. قل المفروض بقى ايه؟ قل انهم 7. لان ده علم الله. هو قال كده؟ لا 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 لم يقل. قال قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا. يعني قفل على الموضوع. طب ليه؟ لأنها غير معروفة. دي كلام نعم يعني تقريبي كله. تفضل. نعم شكرا. بس اللي أنا عايز أقوله وبأكد عليه، الحكاية مش خد منين وعمل منين، الحكاية ده كلام ربنا ولا إيه؟ التساؤل بتاعي بقى. نعم كلام ربنا. ربنا بيغير كلامه من كتاب لكتاب؟ حاشا لله. طب يبقى إذن السؤال المطروح على الدنيا ده يبقى إيه؟ ويثبتوا ان هو ايه؟ لا نعم. اكثر ولا اقل. سؤال خطير جدا يتحدى الملايين يسألها القمص، فهل من مجيب؟ امين. وصلتنا هذه الرسالة من الاخ ايمن من يبدونها من النمسا. بنعمة الإخوة الأحباء والفاضل القمص زكريا بطرس، بنعمة ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أكتب إليكم راجيا من إله الحنون أن تصلكم كلماتي هذه وأنتم بصحة وعافية فترة طويلة. أوكي. المهم أني أتابع الآن الحلقات الجديدة من محاضرات أبونا زكريا، وما شدني الفترة الأخيرة هو الهجوم الذي بلا معنى في جريدة الأسبوع القاهرية، والتي تناول فيها هؤلاء الصحفيين أنصاف المتعلمين ما قاله أبونا زكريا في حلقاته، وكان المقال كله عبارة عن شتائم وسباب، وللأسف يتم نشر هذا الكلام بدون حرج من ناس المفترض أنهم مثقفين وقد تناسوا أن في كتبهم كلمات تقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الظاهر أن الأحسن عندهم الآن هو السباب وعدم التفكير في معاني الكلمات. أنا أعرف أن كلمات أبونا زكريا صعبة وقاسية، ولكنها الحقيقة، وهي ليست من بنات أفكاره ولكن هي من عندهم ومن كتبهم، والمفروض أن يكون الرد بالحجة وليس بالوعد والوعيد، لأنه الظاهر أن هذا الصحفي نسي أو تناسى أننا لا نخاف شيء لأننا أبناء المسيح قاهر الموت، ونحن أبناء عصور الاستشهاد، وإيماننا لا يعرف الخوف، وأننا دوما على حق، لأنه يكفي أننا لا نسعى لأن يتنصر أحد على عكسهم. يرهبون الناس حتى يعتنقوا الإسلام. عموما إذا كان في كلام أبونا زكريا شيء غير حقيقي فلماذا لا يطلب المواجهة؟ للأسف هم مثل الخفاش لا يخرج إلا في الظلام. إني مع أبونا زكريا ومع كل كلمة حق يقولها، وعموما أنا أنتظر عودة عصور الاستشهاد، ويكفي أن أموت وأنا على هدف خير من أن أموت وأنا على غير هدف. وإلى آخر هذه الرسالة. لكن لا يسعني إلا أن أعلق بكلمة صغيرة من الكتاب المقدس، والتي تقول إن أعثرتك رجلك فاقطعها، خير لك أن تدخل الحياة أعرج من أن تكون لك رجلان وتطرح في جهنم في النار التي لا تطفأ، حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ،
وأن اعثرتك عينك فاقلعها، خير لك أن تدخل ملكوت الله أعور من أن تكون لك عينان وتطرح في جهنم حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ. فعزيزي المشاهد، أين تريد أن تمضي حياتك الأبدية إن كنت تؤمن بالله وبالآخرة؟ وسؤال أخير أرسله لنا أحد المشاهدين، يقول: إنني أعيش أحلى أيام عمري منذ أن تعرفت على المسيح وقابلته، ولكن أشد ما أخشاه أني أتزعزع أو يغلبني الشيطان، وكما يقول مثل: ترجع ريمة لعادتها القديمة، فماذا أفعل؟ ببساطة عشان خاطر الوقت أزف بتاع البرنامج، أقول الأخ ده نشكر ربنا أنه عايش أحلى أيام عمره، وفعلا الحياة مع المسيح هي أحلى أيام العمر. لكن عايز أطمنك يا عزيزي الفاضل أنك أنت أصبحت ابن لله، والله مش هيسيبك. زي الأب ما بيسيبش ابنه، بيمسكه من إيده: أمسكته بيمينك لا تخف أنا أعينك. الله وياك، صرت عزيزا في عينيه مكرما، وهو قد أحبك. وبيقول: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. المسيح وياك، اوعى تخاف. بص المسيح، ما تبصش المخاوف، لكن انظر إلى الرب، ستجده بيحميك وبيحامي عنك وبيحفظك إلى يوم اللقاء. أمين. شكرا. نعم أعزائي المشاهدين، قال المسيح: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. وقال أيضا: على كفي نقشتك، إن نسيت الأم رضيعها أنا لا أنساك. أعزائي، أنا أحد الناس الذين لربما نسيتني أمي، وأقولها بمرارة، لكن أشكر الله الذي أظهر لي الحق، لأني قبلت الحق وقبلت الإيمان، لأنه يوجد وسيط واحد بين الله والناس، هو المسيح وحده، والذي قال: أنا البداية والنهاية، أنا الألف والياء، من يأتي إلي لا أخرجه خارجا. ارفع قلبك معي الله، واسأله أن يعرفك الحق. شكرا لكم، وصلاتنا لكل إنسان تريد أن تعرف الحق أن تعرفه. شكرا، واللقاء في حلقة أخرى.